أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى قناتي معلمة عيني. هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم أن تكونوا بصحة والعافية. أما أنا الحمد لله بخير. هذا اليوم نحن سندرس موضوعا جديدا، وهذا الموضوع خاصة للتلاميذ للصف الثاني. هل أنتم مستعدون؟ هيا هيا معي. وموضوعنا اليوم هو اسم الإشارة. اسم الإشارة. اسم الإشارة. طلابي وطالباتي الأحبة، ما معنى اسم الإشارة؟ اسم الإشارة باللغة الملايوية نقول kata tunjuk. Kata tunjuk. الآن نحن سنركز إلى اسم الإشارة للإشارة إلى الأسرة. أولا نحن سنركز إلى هاتين كلمتين، هذا هذه. هاتين كلمتين بمعنى واحد. إني طلابي وطالباتي الأحبة، كيف نستخدم هاتين كلمتين؟ نستخدم هذا للمذكر، ونستخدم هذه للمؤنث. طيب، الآن ننتقل إلى الكلمات الخاصة المتعلقة للأسرة. هذا جد. هذا جد. هذا جد. لماذا نستخدم هذا؟ لأن جد هو مذكر. لأن جد هو مذكر. هذه جدة. هذه جدة. لماذا نستخدم هذه؟ لأن جدة هي مؤنث. لأن جدة هي مؤنث. هذا أب. هذا أب. لماذا نستخدم هذا؟ لأن أب هو مذكر. لأن أب
هو مذكر. هذه أم. هذه أم. لماذا نستخدم هذه؟ لأن أم هي مؤنث. هذا عم. هذا عم. لماذا نستخدم هذا؟ لأن عم هو مذكر. لأن عم هو مذكر. هذه عمة. هذه عمة. لماذا نستخدم هذه؟ لأن عمة هي مؤنث. لأن عمة هي مؤنث. هذا أخ. هذا أخ. لماذا نستخدم هذا؟ لأن أخ هو مذكر. هذه أخت. هذه أخت. لماذا نستخدم هذه؟ لأن أخت هي مؤنث. هذا ابن. هذا ابن. لماذا نستخدم هذا؟ لأن ابن هو مذكر. لأن ابن هو مذكر. هذه بنت. هذه بنت. لماذا نستخدم هذه؟ لأن بنت هي مؤنث. لأن بنت هي مؤنث. نكتفي بهذا القدر ونلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.